طابت اوقاتكم مشاهدي الكرام، اهلا بكم في صوت اليمن. اليوم قدمت الحكومه اللبنانيه استقالتها في محاوله لاحتواء الوضع وتداعيات الازمه الناجمه عن الانفجار الرهيب الذي هز بيروت الاسبوع المنصرم. هذه الاستقاله يعني لا احد يستطيع ان يقدر هذا الموقف، هل هي بدايه لاحتواء الازمه ام تصعيد؟ كان طبعا هناك محاولات من أطراف سياسية في لبنان لمنع أو قطع الطريق على استقالة الحكومة، لكن كان هناك أيضا ضغوط كبيرة جدا في الشارع اللبناني الغاضب من ما جرى في مرفأ بيروت، والذي يحتمل أن تكون آثاره لسنوات بعيدة. إذن الأمور قد تخرج عن السيطرة في أي وقت. خطورة الخروج عن السيطرة أنها قد تنهي كل شيء. البلد يعاني أشد المعاناة من ظروف اقتصادية منذ أكثر من عام، بفعل أشياء كثيرة جعلت الحصول على الكهرباء والأطعمة مشكلة حقيقية تواجه المواطنين. المواطنين اكتشفوا أنهم أمام مجهول بعد أن وقعت تفجيرات دمرت العاصمة بيروت ولم تبقي على شيء سليم. ما لم يتحطم ماديا ناله من الأزمات النفسية، لكن كان هناك ومضة مشرقة وهامة جدا. التحركات العربية كانت على قدر المسؤولية، يعني أيضا هذه المواقف تثبت أنه العرب فيهم خير لبعضهم، وهناك أيضا التفاف وما يمثله هذا البلد لهم. يعني لا أدري هل هو فقط لبنان أم كل الدول العربية، لكن في هذا النموذج وهي من المرات القليلة التي يتحرك فيها العرب مثل هذا التضامن والمشاركة، ربما كان حجم المصاب هو الدافع، وربما كانت رغبة صادقة في حماية دولة عربية من الوقوع فريسة لطموحات غربية بالسيطرة، مع تعالي طبعا أصوات تطالب بالخضوع تحت رعاية فرنسية وجمع البعض توقيعات بهذا الشأن. الوطن العربي تحرك بشكل سريع وعاجل، مساعدات كانت من كل الاتجاهات على اختلافها. البحرين أرسلت طائرة محملة بالإمداد الطبية، مصر فتحت جسرا جويا بدأ بطائرتين محملتين بالإمدادات الطبية، ثم شحنات أغذية ومساعدات عاجلة وأخرى في أوقات لاحقة طبقا للظروف. مساعدات يعني أيضا احتاجت الشعب اللبناني فضلا عن المستشفى المصري في بيروت الذي دخل على الفور في الخدمة وتعامل مع المصابين والجرحى بكل طاقته وجاهزيته. العراق أيضا أرسل طائرة محملة بمساعدات طبية طارئة ووقود، وصل 22 شاحنة صهريج تنقل 800 ألف لتر من السولار إلى لبنان يوم السبت. كما وصلت إلى لبنان السبت أيضا طائرة أردنية محملة بإمدادات طبية وأغذية وفق المكتب الإعلامي لمطار بيروت الدولي. الهلال الأحمر الكويتي تبرع بعشر سيارات إسعاف للصليب الأحمر اللبناني، وسيوزع أيضا 36 طنا من المساعدات الطبية. أما عمان فقد بدأت سلسلة رحلات جوية تنقل الإمدادات الطبية والمساعدات إلى لبنان ابتداء من الجمعة، ووفقا هذا طبعا وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية. قطر أرسلت رحلة أولى من بين أربع رحلات جوية محملة بالمساعدات الطبية، كما أعلنت أنها ستزود لبنان بمستشفيين ميدانيين ب500 سرير لكل منهما وأجهزة تنفس وإمدادات طبية. السعودية أرسلت دفعة من المساعدات يوم الجمعة، وأرسلت طائرتين تحملان أكثر من 120 طنا من الأدوية والمساعدات الطبية وإمدادات الطوارئ والخيام والأغذية بما في ذلك فريق إشرافي. أما تونس فقد أرسلت طائرتين محملتين بالطعام والمساعدات الطبية، وقال الرئيس التونسي قيس بن سعيد أنه يمكن لبلاده أن تسهم بعلاج 100 من المصابين في مستشفياتها. الإمارات العربية المتحدة أرسلت 30 طنا من الإمدادات الطبية من مركز المساعدات الطارئة بالمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وقالت وسائل الإعلام الرسمية أن الهلال الأحمر أرسل 40 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية أيضا، ولا يزال الدعم مستمر من كل الأطراف. من يعني هذا فقط ما يتعلق بالجانب العربي. الدعم يستحق الثناء، لكن هل سيقف الأمر عند الدعم الغذائي والطبي؟ هل هذا ما تحتاجه لبنان في الوقت الحاضر؟
قد يكون هذا ما تحتاجه بشكل عاجل، مساعدة طبية، أغذية وخلاف ذلك. لكن ما بعد العاجل هو ما تحتاج إليه لبنان، تحتاج إلى مساعدة سياسية لتجاوز هذا هذه الأسباب التي تجعلها عرضة لنكبات سياسية متكررة تتجاوز قيادتها، تتجاوز الساسة الذين تسببوا في كل هذه المشاكل. تحتاج إلى التخلص من المحاصصة الطائفية وإلى محاسبة كل من تورط في قتل أحلام هذا الشعب. تحتاج إلى بناء اقتصادي قوي وإلى بناء كيان مهم للدولة لا يتم ابتلاعه بالأطماع سواء الأوروبية أو إقليمية أو إلى آخر ذلك. الحقيقة أن بيروت الآن هي محط أطماع الكثيرين. تركيا تتحرك من كل الاتجاهات باحثة عن أي مكسب وجدت ضالتها فيه. البيان الختامي لمؤتمر دعم لبنان يحتاج إلى قراءة متأنية، حيث أظهر استعداد الشركاء لدعم النهوض الاقتصادي والمالي للبنان بما يستدعي التزام السلطات اللبنانية بالقيام سريعا بإجراء إصلاحات سريعة وعاجلة. المشاركين اتفقوا على حشد موارد مهمة خلال الأيام والأسابيع التالية، حيث أن المجتمع الدولي لن يخذل الشعب اللبناني وسيقدمون مساعدة سريعة وكافية متناسبة مع احتياجاته. هناك شرط أيضا تسلم مباشرة للشعب اللبناني بأعلى درجات الفعالية والشفافية. نحن نتكلم عن استبعاد لفكرة الدولة وهي غير موجودة بالأساس ولا تحظى بثقة المواطن اللبناني. هذا الأمر يفرض مزيدا من الأسئلة على مستقبل هذا البلد. وطبعا هذا الموضوع يدخل فيه حسابات الجيوسياسية، وهناك أيضا ما يتعلق بالدور الإسرائيلي وإلى آخر ذلك، كلها مفتوحة على النقاش في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل وتقرير ومن ثم نعود إلى النقاش. كونوا معنا. ما جرى ويجري في بيروت وعموم لبنان بعد حادثة التفجير المروعة لمرفأ بيروت كبير وكبير جدا، لا لجهة حجم الدمار الهائل الذي أحدثه الانفجار فحسب، بل لأثاره السياسية والاقتصادية التي ستلقي بظلالها على لبنان والمنطقة العربية بأكملها. البلد الآن يقف على أعتاب محطة جديدة من المحطات التاريخية الفارقة في تاريخه، تنذر بتوتر إضافي في إقليم مضطرب بطبيعة الحال أصبحت معادلته الأمنية داخل جدران من الزجاج. فبيروت رقم مهم في معادلة توازن المشرق العربي، قدر لها منذ عقود أن تقع في بؤرة صراع المحاور الإقليمية وتوظف كساحة حرب لتصفية حسابات تلك القوى الإقليمية المختلفة وتسدد فاتورة من دماء أبنائها. فاليوم لسنا فقط أمام انفجار في مرفأ هشم ضواحي بيروت، بل أمام انفجار طال البنية السياسية قبل بنيتها التحتية. فالتفجير أطلق سحبا كثيفة تختبئ وراءها كل الأطماع الخفية والظاهرة للعيان، ابتداء من الحلم الفرنسي القديم الجديد وما رافق زيارة الرئيس ماكرون لبيروت بعد التفجير من توقيع على عريضة كبيرة تطالب بعودة الانتداب الفرنسي للبنان، وهي مطالب تعكس مدى انسداد الأفق في البلد الذي يحكم بالمحاصصة وتهيمن عليه الطائفية وترهق صراع المحاور. ومرورا بالأطماع التركية وإعلان نظام أردوغان عن استعداده لتقديم خدمة المواني كبديل مؤقت حتى إعادة ترميم وتأهيل مرفأ بيروت، غير أن الموقف العربي هو الأساس الذي ينبغي ألا يترك الساحة لغيره من الأنظمة التي تحلم بإعادة أوهامها الاستعمارية للبلاد العربية حتى ولو في أوج أزماتها. فهل سيقف عند الدعم الغذائي والطبي أم سيعمل على توفير الحماية للسيادة اللبنانية؟ أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ويسرني أن أرحب بضيوفي عبر الهاتف مدير المركز اللبناني العربي للإعلام توفيق شومان. أهلا بك أستاذ توفيق. كما يسرني أن أرحب ب الكاتب والصحفي علي المرعبي رئيس مجلة كل العرب من باريس. أهلا بكم. وأبدأ معك أستاذ توفيق، كيف قرأت بداية مشهد التعاون العربي في
تقديم المساعدات للشعب اللبناني؟ يعني طبعا في البداية أظن بأن الأمر يعني يتعلق بواجب عربي، أعتقد إذا أي كارثة يمكن أن تحدث في لبنان أو غير لبنان، ولكن بصورة عامة أنا أعتقد بأن التعاطف العربي على المستوى الرسمي على المستوى الشعبي كان تعاطف غير مسبوق، وهذا لاقى ترحيبا كبيرا على المستوى الشعبي اللبناني، خصوصا بأن الخطوات العربية بهذا الاتجاه كانت سريعة وفعالة من خلال وصول عشرات الطائرات للمساعدة من مختلف الأقطار العربية في اليوم التالي على الكارثة، زائد أيضا مشاركة بعض الأطراف العربية بمؤتمر الدول المانحة للبنان الذي انعقد أمس برعاية فرنسية، والكلمات التي ألقيت بالوقت نفسه أيضا لاقت مثل هذا الترحيب. أعتقد أنه خصوصا على المستوى الشعبي أظن بأنه التعاطف كان كافح بصورة كبيرة وكان ضخما، اللبنانيون لاحظوا ذلك، أقصد على المستوى الشعبي، وأعود وأكرر يعني أنه الأمر ليس غريبا، ولكن الكارثة بهذا الحجم وبهذا الضخامة وبهذه الكارثية أعتقد بأنه أوجدت نوعا من التعاطف مع القطر اللبناني بصورة غير مسبوقة ومنقطعة النظير. نعم أستاذ علي المرعبي، اليوم قدمت الحكومة استقالتها وقبلت وتم تكليفها بتسيير الأعمال، يعني هل استقالة الحكومة ستنهي هذه الأزمة المتصاعدة؟ لا أستاذ علي عندي مشكلة. نعم عندي مشكلة في الصوت، أتمنى بس ضبط الصوت معك أستاذ علي وسنعود للنقاش معك. أستاذ توفيق، لا شك أن لبنان يعني قادرة على تجاوز الأزمة، لكن هل يعني هل هي ستستطيع تجاوزها منفردة دون مساعدة المجتمع الإقليمي أو المجتمع الدولي، وما نوع الاحتياجات أو الدعم المطلوب للبنان؟ يعني لو بدأنا من الانفجار الأخير، الانفجار شبه النووي الذي دمر قسما كبيرا من العاصمة اللبنانية، هذا يضاف إلى مجموعة من الأزمات التي سبقت هذا الانفجار الكارثي. يعني عندنا مسألة الانهيار المالي والاقتصادي، وعندنا أيضا منظومة سياسية فاسدة حقيقة هي التي أوصلت لبنان إلى هذا الدرك الأسفل من الحضيض. لكن أعتقد أنه بدون يعني رعاية عربية وبدون رعاية إقليمية هذا أمر صعب. أعتقد بأنه أي وضع لأي قطر عربي في مثل أوضاع لبنان أو في مثل أوضاع الحالة اللبنانية بدون شك هو بحاجة إلى يعني أقول إلى مساعدات، إلى آليات عمل منسقة بينه وبين المجتمع العربي وبين المجتمع الدولي. لكن أظن بالوقت نفسه أيضا بأنه يعني المنظومة السياسية الحاكمة والتي أفسدت الأوضاع اللبنانية، لبنان كان على سبيل المثال كان مصنفا كدخل على المستوى الشعبي من الدخول المتوسطة، وبالتالي لم يصنف ولا مرة منذ استقلاله باعتباره دولة فقيرة، بل كان يصنف من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأيضا وكالات التصنيف المالية والاقتصادية الدولية باعتباره دولة متوسطة الاقتصاد ومتوسطة ضمن الطبقة العليا من الطبقة المتوسطة، لذلك الفوارق الطبقية لم تكن حادة في لبنان كما هو الحال في الكثير من الدول العربية. ولكن مع الانهيار المالي والاقتصادي بدأنا نشهد مثل هذه الفوارق، خصوصا بعد انهيار الطبقة الوسطى وبالتالي انسداد افاق الفرص والعمل، ولا يبدو يعني في المرحلة المقبلة انه هذه الافاق يمكن ان تفتح الطريق على استعادة الصحة والعافية اللبنانية. لذلك اعود واكرر يعني انه في مسألتين انا اعتقد لبنان بحاجة اليهما.
الأولى هي ابتعاد القوى السياسية التقليدية عن واجهة الحكم والسلطة لأنها هي السبب فيما أوصلت البلاد إليه، والثانية أيضا أو المسألة الثانية هو آليات التنسيق بين سلطة سياسية جديدة في لبنان وبين المجتمعين العربي والدولي. لذلك أقول شيئا هنا، يجري الحديث الآن في لبنان عن احتمال أن تشكل حكومة عسكرية في لبنان، وبالتالي هي تقوم على الأقل بمهمتين، المهمة الأولى مهمة كما تؤدي مهمتها كمرحلة انتقالية، والثانية بأنها تحوز هذه الحكومة العسكرية في حال تم الاتفاق عليها، فهي تحوز على رضا الشارع والشارع اللبناني وعلى الجمهور اللبناني، وبالتالي تحوز على رضا الأطراف الإقليمية والدولية لأسباب عدة، أهمها أن الجيش اللبناني هو أكثر المؤسسات الوطنية يحوز على الثقة، وبالتالي ليس عليه شبهات فاسدة. نعم. الأستاذ علي مرابي عاد معنا من جديد، وكنت أتساءل هل استقالة الحكومة ستنهي هذه الأزمة المتصاعدة؟ أستاذ علي تسمعني؟ أيوة أنا أسمعك. نعم تفضل. بداية أحب أن أعود حصيرة لما جرى في بيروت من أربعة أسبوع الماضي، والجيل الحقيقة يحق الآن تحويله إلى حادث جنائي وأهمال من خلال موظفين، كما بحيث هو كان عبارة عن استخبارات هذا فمرفع قرون هذا فمرفع. اختفى الصوت أستاذ علي. إلى العنبر الذي يضم لترات اليوم. نحن اليوم بمرحلة جديدة، مرحلة استقامة التي أسار نعم. لو تضبط معي المايك أستاذ علي. جدا هو السياسي تقرب المايك قليلا. هذا القرار تذر منك أستاذ علي، عندي مشكلة في الصوت، وأعود إليك أستاذ توفيق. يعني سمعنا أنه 36 ألف لبناني بحسب ما أوردته بي بي سي طالبوا بانتداب فرنسي على لبنان، هل هو نوع من المكايدة السياسية أم هذا مطلب حقيقي؟ يعني يمكن قراءة الأمر على وجهين. الوجه الأول هو اليأس من السلطة السياسية الحالية ومن القوى السياسية الحالية التي أوصلت البعض إلى طلب عودة الانتداب أو الاستعمار، ويمكن أيضا بالوجه الثاني من القراءة أن يكون هناك قناعة. إذا كانت قناعة هناك إشكالية كبرى حقيقة، بالتالي أن هذه دعوة صريحة تكون لعودة الاحتلال ولعودة الاستعمار، ولكن بالوقت الذي أخذت فيه مثل هذه الدعوة يعني نقاش واسع في وسائل الإعلام غير اللبنانية العربية أو الدولية، إنما لم تلقى الصدى المطلوب على المستوى اللبناني، باعتبار أن أكثرية اللبنانيين رأوها حتى من قبل القوى الأشد معارضة للسلطة السياسية بمختلف تركيباتها لم تأبه لها ولم تأخذها على مستوى الجد. لذلك الآن تقريبا أقفل الحديث عن هذه الدعوة، ولم يعني لا وسائل الإعلام اللبنانية الرصينة تتحدث عنها، ولا في الجدالات السياسية كمان يثار إلى الحديث عنها أو تحليلها. أعتقد بأنه كانت لحظة عابرة قد تعبر عن مشروع سياسي ما، ولكن هذا لا يلقى أي صدى، يعني لا يمكن لأي طرف. الأمور لا أعتقد يعني ليست بتلك الخفة، أنه هو يعني مطالبات وانتداب فرنسي، لا لن تكون الأمور بهذه
السهولة. حتى يعني حتى الرئيس الفرنسي عندما بعض الذين استقبلوه طلبوا بذلك تجاوز السؤال وعبر إلى موقف آخر، يعني لم يقف عند هذا المطلب، وتدرك فرنسا بأنه مثل هذا الأمر مستحيل أن يحدث. صحيح. نعم أستاذ علي، عاد معي بالتليفون أستاذ. نعم. علي أتمنى أن تكون آخر. نعم. الأحزان يعني. تفضل أستاذ، وكنا نتحدث عن استقالة الحكومة، تعليقك أستاذ علي. أستاذ علي معي؟ طيب شكرا لك أستاذ علي. ودائما الحديث عن لبنان هو حديث عن مطامع ممتدة في عمق التاريخ. أستاذ توفيق، اليوم هناك عروض كثيرة تتلقاها لبنان، سواء ما تلقته من الدول المجاورة أو الدول الإقليمية. هناك أيضا تركيا قدمت عرضت خدماتها في استخدام مرفأ بديل مؤقتا، أيضا استعدادها لإعادة الإعمار. ما الفاتورة التي قد تدفعها لبنان مستقبلا إذا ما قبلت بهذا العروض؟ لا أعتقد بأنه العرض التركي هو عرض موقف، لا أظن بأنه عرض جدي. وبطبيعة الحال أنا أعتقد بأنه هذا أيضا يعني بحاجة إلى أولا إلى توافق محلي، وبحاجة أيضا إلى توافق إقليمي، وفوق هذين التوافقين يعني هناك توافق دولي. أعتقد بأنه ما زال الحديث مبكرا حول إعادة إنعاش أو إنهاض أو إعمار مرفأ بيروت، ولكن بالإمكان الآن يعني أن أقول بأنه هذا العرض لا يمكن أن يحدث نظرا لحساسيات كثيرة على المستوى الإقليمي، وبالتالي أنه سوف يتم النظر إلى هذا العرض التركي باعتباره موقع قدم آخر على ساحل البحر المتوسط، وهذا من شأنه أن يثير حصيلة الكثير من الأقطار العربية في طليعتها على سبيل المثال سوريا المجاورة التي لا يمكن للبنان إلا أن يتعايش معها ويكون ويرتب معها علاقات طبيعية أو مميزة. الأمر ذاته أيضا ينطبق على مصر التي لا يمكن أن توافق على مثل هذا الأمر، زائد أيضا أكثر دول منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. لذلك لا أعتقد بأنه هذا الأمر يمكن أن يمر، وهو أعتقد بأنه دعوة في الهواء لا أكثر ولا أقل. رحب أيضا بالحقوقي والناشط السياسي علي الغول من لبنان. أهلا بك أستاذ علي. وتساءل هل يمكن أن يكون الدعم العربي عبارة عن مساعدات غذائية وطبية فقط؟ أستاذ علي. أستاذ علي تسمعني؟ نعم تسمعني؟ سمعت السؤال؟ أنا معك ولكن الصوت غير مسموع. طيب هل يمكن أن يكون الدعم العربي عبارة فقط عن مساعدات غذائية وطبية؟ ما الدعم المطلوب اليوم من المحيط العربي؟ تسمعني أستاذ؟ للأسف الصوت غير مسموع، غير مفهوم كليا. طيب الآن تسمعني؟ الآن تسمعني؟ طيب أستاذ توفيق، اعذرنا، يبدو أنك ستحمل معنا الحلقة، ستتحمل عبء كبير فيها يعني. أستاذ توفيق، طيب نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود للنقاش، كونوا معنا. ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية
وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. هذا هو المشروع الإيراني في المنطقة حسب ما صرح به حسن نصر الله. تعليقك أستاذ علي، وتحدث عن الدعم العربي إذا كنت تسمعني. نعم. هل يمكن أن يكون الدعم العربي عبارة فقط عن مساعدات غذائية وطبية؟ أيوة، تفضل. نعم، اولا انا بدي احب ان استغل هذه الاطاله حتى اتوجه بالتعزية لاهالي الشهداء جميعا الذين سقطوا في انفجار العصر اللي هدد امن وسلامه بيروت. لا، بما انه بيروت مدينه منكوبه والانفجار اسبابه تنوعت، فنحن بحاجه لموقف عربي. الموقف العربي هو داعم للبنان، ولم يسال يوما ما عن طائفه او منطقه او مذهب او اي حزب او فريق معين حتى، بل كان دائما مع لبنان بجميع مكوناته واطيافه، ولم يكن ينتظر يوما الرد الجميل او المعامله بالمثل استاذ، حتى لا يطلب شكر وامتنان. فنحن موقفنا العربي، لبنان هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والوطن العربي. نعم. فالمشكلة في لبنان ليست في الموقف العربي. الداعم للبنان ليس على سبيل الأمن والغذاء والصحة واللوجستية، ولكن المشكلة في كيفية الدعم والجهة المسؤولة عنه في لبنان، وهنا المعضلة الكبيرة. أنت تعلم أننا نعيش في ظل نظام سياسي فساد وسرقات واستغلال نقمة العيش وسوء استخدام السلطة، يعني حتى الاستيلاء على المساعدات التي تأتي من العرب وغير العرب. يعني الوقت مبكر على هذا الحديث أستاذ علي، يعني المشكلة يعني بدأت في نهاية الأسبوع، يعني ولا زلنا في بداية الأسبوع الثاني. يعني هل يعقل أنه صار هناك تلاعب بهذه المساعدات؟ صار في تلاعب من اليوم الاول لوصول المساعدات. اعذرني على التوصيف، ان بعض المساعدات اصبحت في متناول الناس ولكن تباع في الصيدليات. ونحن نعلم حتى في مؤتمر المانحين الذي عقد امس تعهد انه مساعدات عاجله للبنان تقارب 300 مليون دولار، ولكن يعني هي بموضوع تداعيات انفجار بيروت، لكن اكد ان المساعدات ستمر عبر الامم المتحده وربطها بالاصلاحات التي يطالب بها الشعب اللبناني، وهذا دليل على عدم ثقه المجتمع الدولي بالدوله اللبنانيه والسلطه الحاكمه في لبنان. نعم. طيب استاذ توفيق، زياره الرئيس الفرنسي ماكرون اثارت جدل كبير، يعني خصوصا انه التصريحات بأنه ستكون هناك إجراءات، سيكون هناك متابعة فرنسية، يعني أعطت انطباع بأنه فرنسا تعتبر لبنان حديقة خلفية أو أشياء من هذا القبيل. يعني ما حقيقة هذه التصورات والانطباعات التي علقت بالأذهان؟ ستوفيق تسمعني؟ كنت أنا لا أدري، لا أسمع بصورة واضحة. كنت أتساءل حول زيارة الرئيس ماكرون والانطباعات التي خلفتها هذه الزيارة، حول يعني مدى تبعية لبنان لفرنسا وتلك التصريحات التي تعهدت بدعم تغيير النظام في لبنان وأشياء من هذا القبيل. التوفيق تسمعني؟ الآن أسمع بس ليس بصورة واضحة. طيب
زيارة الرئيس الفرنسي للبنان والانطباعات التي تركتها الزيارة. طيب سأعود إليك أستاذ توفيق وأستاذ علي الغول، إذا كنت تسمعني لأن هناك مشكلة حقيقية في الصوت، نعتذر لمشاهدينا. أستاذ علي، الحديث عن هذه الزيارة اتسم ربما بوجهات نظر يعني متجاذبة يعني فيما بينها البين، عند البعض يرى أنه كرست تبعية لبنان لفرنسا بحكم وجود أطراف كثيرة تميل إلى الموالاة للنظام الفرنسي، وهناك من يقول أنه البلد مفتوحة على كل الاحتمالات وكل الاستقطابات المحلية والإقليمية والدولية. تعليقك. نعم، اولا احنا زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الى بيروت تؤكد اهمية الدور الفرنسي في لبنان، ونحن نعلم ان لبنان كان هو جزء من الاستعمار الفرنسي، ففرنسا لا يخفى على احد دورها في لبنان، والذي يعتبر حتى مطلبا لكثير من اللبنانيين للخروج من أزمة التفجير والتحقيق والكثير في هذه المرحلة. ولكن الأهم من ذلك كان تصريح الرئيس الفرنسي، وكان له حتما التداعيات الكثيرة، لا سيما الوضوح في الدعوة إلى التغيير العميق وإلى الحاجة إلى نظام سياسي جديد، والتشديد على فكرة أصبحت تعتبر معادلة في لبنان أن التمويل مقابل الإصلاحات. التمويل مقابل الإصلاحات. أيوة، يعني اعتبر أن ربط التمويل بالإصلاحات. عندما تشترط بعض الدول يعني الشفافية في الإجراءات وفي المساعدات والأموال، يعني ما الذي يعني ذلك؟ هل هي عدم ثقة بالنظام اللبناني أم واضح؟ لا. واضح جدا أنه في غياب وانعدام للثقة الدولية وللمجتمع الدولي وللمانحين والأصدقاء الدول الصديقة للبنان، هناك عدم ثقة بالكيان اللبناني والنظام اللبناني، والذي كشف أمره أمام الملأ وأمام الرأي العام من خلال الحكومة التي سقطت مؤخرا اليوم. أستاذ توفيق تسمعني الآن؟ نعم. طيب، زيارة الرئيس الفرنسي كشفت أنه فرنسا أقرب للبنان من العرب أم ماذا يعني؟ ممكن تعيد السؤال؟ يعني زيارة الرئيس الفرنسي كشفت بأنه فرنسا أقرب للبنان من العرب، هل يمكن القول بذلك كونه أول شخصية دولية تزور لبنان بعد الكارثة؟ يعني بدون شك هذه مسألة مفارقة، المعروف بأنه تاريخيا العلاقات الفرنسية اللبنانية علاقات لها طابع خاص، ولبنان بكرة عامة يعتبر بلد فرانكوفون، يعني اللغة الفرنسية منتشرة كثيرا في لبنان، زائد أن شريحة لبنانية كبرى يعني على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي أيضا تعتبر فرنسا نموذجها. هذا بالمبدأ، لكن بصورة أكثر تفصيلية فإن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان عدا عن الطابع الإنساني لها، فهي حملت مقدمات رؤية لحل لبناني عندما دعا الرئيس ماكرون إلى عقد سياسي واجتماعي جديد في لبنان، وهذا بحسب ما أصبح شائعا في بيروت جاء في التنسيق مع دولة كبرى هي الولايات المتحدة، وأيضا مع دولتين إقليميتين من بينهما مصر كما يقال. وأعتقد أنه بالزيارة الثانية التي ستكون لبيروت بالنسبة للرئيس الفرنسي ماكرون
في أوائل سبتمبر المقبل ستكون خطوط تفصيلية للرؤية العامة التي طرحها في زيارته الأولى. لذلك أظن بأنه يعني هذه الزيارة كما قلت عدا عن طبيعها الإسلامي هي تحمل أبعادا سياسية واحتمال تمدد رؤية وخارطة طريق لحوار لبناني لبناني من أجل إعادة النظر في تركيبة النظام السياسي في لبنان وطريقة التقدم والنطاق والصيغة الوسطية أيضا. مدير مركز اللبناني العربي للإعلام توفيق شومان، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، كنت معي عبر الهاتف من بيروت. أعود لك أستاذ علي الغول وأتساءل عن التحقيقات التي ستتم، وهل ترى أنها يجب أن تكون محلية أم دولية، ولماذا لم تطرح مشاركة عربية في التحقيقات؟ نعم، بالنسبة للتحقيق بموضوع الانفجار مرفأ بيروت، واضح أنه ما في إلا تدخل لفرنسا، لأنه أعلن سفيرة في لبنان برونو فوشي أنها تشارك في التحقيق الجاري حول حادث انفجار مرفأ بيروت، وأن 46 من رجال الشرطة والدرك يقومون بالدعم الفني للتحقيق القضائي الذي بدأه الادعاء العام اللبناني. نحن نعلم كشعب لبناني وكمجتمع دولي أن القضاء اللبناني الذي نحترم ونجل البعض منه مسيّم، فهناك فقدان ثقة حتى في المجتمع اللبناني والرأي العام الشعبي تجاه القضاء الاستلامي لهذا الملف. فأصبح أن العديد من المسؤولين اللبنانيين يطالبون بتحقيق دولي شفاف وكامل، وهذا ما قاله حتى الرئيس الأمريكي اليوم في تصريحه أننا بحاجة إلى تحقيق شفاف وكامل ومناقبي وعلمي. نعم، رحب أيضا بالكاتب الصحفي اللبناني فادي عكوم. أهلا بك أستاذ فادي، و نتساءل على أولا استقالة الحكومة اللبنانية حكومة حسان دياب، يعني هل ستوقف التداعيات والتصعيد الذي جرى منذ كارثة الانفجار مرفأ بيروت؟ أولا مساء الخير. لا أعتقد أن الاضطرابات أو ما يشهده الشارع سيتوقف أو على الأقل سيخف زخمه بعد استقالة دياب، وهذا ما ظهر جليا منذ الليلة الأولى، يعني منذ هذه الليلة. المطلوب التخلص من هذا العهد بشكل كامل، يعني حتى المجلس النيابي الآن رفعت الأصوات لإسقاطه كونه كان مسؤولا طيلة 30 سنة الماضية عن أعمال الحكومات المتلاحقة وحكومة حسان دياب تحديدا أيضا، ولم يستجري طيلة هذه الفترة أي محاسبة لأي وزير أو لأي مسؤول أمام المجلس النيابي، علما بأن هذا الأمر هو يعني الوظيفة الأساسية للنواب، بل على العكس رأيناهم كلهم كانوا يسهلون أعمال هذه الحكومات ويزيدون الفساد فسادا والهدر هدرا، إلى أن وصل لبنان إلى هذا المستوى المتدني اقتصاديا وماليا، وصولا إلى الإهمال الذي أطاح بنصف بيروت. طيب أستاذ علي، يعني ما جرى يعني يكشف أيضا أنه ليست المشكلة في الوجوه، يعني مسألة تغيير الحكومة أو تغيير أشخاص معين، لكن هناك مشكلة في النظام الذي تدار به البلد. يعني هل من أمل أو يعني أن تسير هذه الضغوط باتجاه تغيير هذا النظام وتعديله بما يتناسب مع مصلحة المواطن اللبناني؟ يعني بالحقيقة لبنان يمر بأسوأ أيامه، أزمة اقتصادية ومعيشية، أزمة دولار، أزمة صحية وكورونا وما رأسها، عندنا أزمة سياسية وأزمة الانفجار وأزمة الثورة، فساد مستشري، سرقة مقدرات الدولة، أموال الشعب. أنا برأيي أنه لن نخرج من هذه الأزمة إلا بوعي الشعب اللبناني والدعوة إلى تشكيل نظام سياسي جديد يبدأ بانتخابات نيابية جديدة
ومن ثم استفتاء وتصويت على دستور جديد في لبنان، وحكومة انتقالية مصغرة تكون مهمتها الرئيسية إجراء الانتخابات وإدارة الأزمة. وطبعا الحل الأساسي يجب أن يكون بإلغاء الطائفية السياسية وإنهاء ما يسمى اتفاق الطائف. نحن نشكر دور الدول العربية والمملكة العربية السعودية في وجود حل وهو اتفاق الطائف الذي كان فعلا حل في المرحلة الماضية السابقة. أما اليوم فنحن بحاجة إلى نظام سياسي جديد يكون انتقالي لمرحلة تأسيس الدولة اللبنانية الثالثة أو الدولة اللبنانية الجديدة. طيب أستاذ فادي، هل تعتقد بأنه قد تذوب كل هذه الاعتبارات الطائفية و يعني التي أيضا الدينية التي كانت موجودة في لبنان وهي التي تحكم حاليا بالأصح، هل يمكن أن تذوب في إطار سياسي ونظام سياسي جديد؟ يعني هل ستقبل القوى السياسية بهكذا تغيير؟ لا أبدا، الطبقة السياسية الحالية لن تقبل بتغيير جذري للوضع السياسي العام في لبنان، بل كل ما سنشهده خلال الفترة المقبلة محاولة الرجوع أو إلى الوراء أو التقوقع قليلا، خصوصا في هذه الفترة، يعني لإعادة ترتيب البيت الداخلي وإعادة ترتيب الأوراق مع المحيط العربي والمحيط الأوروبي مع الدول الصديقة، لإعادة إنعاش لبنان قليلا وإعادة الحياة السياسية إلى طبيعتها، علما يعني بأن الأمر متشابك وصعب جدا، خصوصا وأنه يتعلق على سبيل المثال مثلا بسلاح حزب الله، بقرار الحرب والسلم، بالعلاقة مع الدول العربية كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. وبالتالي فإن الأمور تحتاج إلى التنوي، وربما تكون الخطوة الأولى هي تشكيل حكومة جديدة بعيدة عن التجاذبات السياسية ليتم العبور من خلالها إلى تحقيق بعض المطالب المحقة للشارع اللبناني، كقانون انتخابي جديد، لإفساح المجال لوجوه جديدة برزت خلال الأونة الأخيرة التي تمثل نبض الشارع بشكل أكيد. طيب هل نستطيع القول انه لبنان، يعني انه الجيش اللبناني او الحكومه اللبنانيه هي التي تحكم لبنان فعليا؟ لا، هنا يجب الفصل بين الحكومه اللبنانيه وبين الجيش اللبناني. الجيش اللبناني لا زال لغايه الان صمام الامان للبنان، يعني حتى خلال الفتره الاخيره ارتفعت الاصوات حتى من قبل المتظاهرين بان يستلم الجيش البلاد و يكون تحت حكم حكومة عسكرية مؤقتة. يجب الفصل بشكل أكيد في هذا الموضوع، كون الزمرة الحاكمة تحاول استغلال الجيش ووضعه في فوهة المدفع قبالة المتظاهرين، لكن حسب ما نراه ونتابعه الآن على الأرض على الأقل خلال الأيام الماضية، حتى خلال الصدمات بين الجيش والمتظاهرين ترى أن هناك علاقة طيبة، تنتهي الأمور بسلاسة بينهم. عندما يتكلم أحد ضباط الجيش الجميع يسمعه، للجيش اللبناني القدسية لا تزال موجودة إلى الآن، إلا أن حاولت الطبقة السياسية استغلالها في أمور أخرى خاصة بها، ولكن لا أعتقد بأن الجيش اللبناني سينجر إلى هذا الفخ. أستاذ علي، من الذي يحكم لبنان؟ من الذي يحكم لبنان؟ لبنان للأسف محكوم من مافيات وعصابات ومجموعة فاسدة تسلمت رقاب العباد والبلاد وسرقت مقدرات الدولة، ونحن بحاجة إلى محاسبة ومساءلة وإطلاق يد القضاء اللبناني النزيه الشريف حتى يبطل وينقض على من يحكم لبنان حاليا. شكرك جزيل الشكر. لبنان بلد منكوس وبلد مدمر وهناك مأزق كبير. صحيح.
أشكرك جزيل الشكر الحقوقي أستاذ علي. أشكرك جزيل الشكر حقوقي والناشط السياسي اللبناني علي الغول، كنت معي عبر الهاتف. أعود إليك. طيب، الحديث عن لبنان هو حديث عن 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 الثقافة العربية، عن الأمل العربي في خضم هذه الأزمات المرعبة التي تعرضت لها الدول العربية. يعني إذا كان 2020 هو خاتمة لهذه الأزمات، ربنا يصبرنا على ما تبقى منه، لأنه لم نجد في هذا العام سوى كوارث لا أول لها ولا آخر، لكن الكوارث هي بدأت منذ العام 2011. لكن في لبنان تحديدا كان الجميع ينتظر بأنه قد تنتهي الأزمة، لكن ربما انفجار بيروت هو محصلة لكل التراكمات، لكل الاحتقانات التي حصلت، لترك البلد ساحة لتصفية الحسابات السياسية والإقليمية، الاتفاقيات التي تبرم هنا وهناك ليست من أجل مصلحة لبنان، لكن هي لمصلحة أطراف معينة. يعني عندما نجد الطرف سياسي مثل حزب الله يتحدث عن سلاح خاص به، مرفأ خاص به، حكومة يديرها ويلعب بها كيفما يشاء، يفرض أجندته في كل وقت وباسم المقاومة، في حين أنه لا شيء يضر بإسرائيل كما يضر باللبنانيين. يعني كمية المتفجرات التي دخلت والإصابات والقتل الذين سقطوا في هذه العملية، أعتقد أنه يتطلب وبشدة وبجدية إعادة النظر في وضع النظام السياسي اللبناني. وصلنا مشاهدين الكرام إلى ختام حلقة اليوم. طيب، معنا قبل أن نختم معنا الصحفية اللبنانية لبنى حباب من بيروت. أهلا بك أستاذة لبنى، وتعليقك على استقالة الحكومة اللبنانية. ألو، أهلا بك. بدي بس أول شيء على اليمن، على اليمن الجريح من لبنان. بدي يعني أنا في شغلي كمان بيقولها إنه بالنسبة للاستقالة الحكومة اللبنانية، هي استقالة كانت متوقعة، يعني بعد انفجار بيروت، بعد ما حصل بيروت، هذه الاستقالة كانت متوقعة. وهلا يعني في أكثر من هيك، بتعرف الثوار يعني بدهم مطالبين أو في مطالب منهم باستقالة عون وبري. نعم. طيب أستاذة لبنى، يعني هل ستنهي هذه الاستقالة ولو جزء من الاحتقانات الحاصلة في الشارع اللبناني؟ ما لا أعتقد. هل ستسهم في زيادة المشاكل وزيادة التصعيد؟ من الممكن أن يحصل هذا. نعم. طيب أستاذ لبنى، ماذا توقعاتك للتحقيقات؟ هل هناك يعني أي خيوط ظهرت في هذه التحقيقات، ومتى يمكن أن نصل إلى نتيجة كاملة لما جرى؟ يعني أنا بدي أحكي بكل صراحة، التحقيقات ما وصلت لشيء بأي تحقيق موجود بلبنان، ولا حتى التحقيقات الدولية يعني كمان أوجدت أي شيء. يعني كل يعني ما يطلب الشعب اللبناني التغيير الآن وليس التحقيق. طيب، بشكل لبناني ليست المرفأ وليست هذا الانفجار، لكن هي تراكمات طويلة، وجود دولة داخل الدولة، وجود سلاح بأيدي ميليشيات ليس بأيدي الدولة. يعني لو وضعنا روشتة لإصلاح الوضع في لبنان، يعني ما هي أولوياتك؟ من أي زاوية؟ يعني في ميليشيات حاكمة، في أحزاب هي دعم العهد، أحزاب يعني تعرف أنه هي أحزاب موالية لإيران،
هي اللي حربت الوضع بلبنان، يعني هي عم تعمل لتخريب الوضع بلبنان كما في اليمن. نعم. هل تعتقد انه الوقت الان مناسب لوضع كل شروط اللبنانيين بقوة على الطاولة؟ يعني اعتقد ذلك، ولكن غير ممكن الان. غير ممكن تغيير قواعد اللعبة ام ماذا؟ تغيير قواعد اللعبة بوجود السلاح الغير شرعي غير ممكن. هل الشعب اللبناني الجيش اللبناني قادر على مواجهة هذه الميليشيا وفرض إرادة الشعب اللبناني؟ يعني الجيش اللبناني لا حول ولا قوة له، هو أداة. طيب الضباط معينون من قبل الأحزاب وليس من قبل الدولة. طيب هل تتوقع انه الدعم والتعاطف الدولي سيسهم في الضغط من اجل تغيير واقع الفساد في لبنان، خصوصا الفساد السياسي؟ يعني نتمنى ذلك ولكن لا اعتقد. غير ممكن. طول ما السلاح الغير شرعي موجود يعني الوضع الى تأزم اكثر. لا. أشكرك جزيل الشكر الصحفية اللبنانية لبنى حباب، كنت معي عبر الهاتف. ووصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، والمعذرة على الأخطاء الفنية التي حصلت خارجة عن إرادتنا. ألقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.